في كلاس الفيندور هعمل ميثود string واسميها get vendor data او get vendor info، وهقول string vendor info بيساوي vendor this dot company name هعرف متغير اسميه result وهو result equal vendor info dot to lower وهرترن result. هعمل صفحة جديدة في الويب application ويب فورم هسميها handling strings. في الفورم لود هاخد نسخة من الكلاس الفيندور وهسميها فيندور بالشكل ده. هقول الفيندور دوت الكومباني نيم بيساوي كورب 1-3 مثلا، وهقول ريسبونس دوت رايت vendor dot الميثود اللي اسمها get vendor info. هعمل build وهرن الصفحة. هلاحظ ان التكست عندي بقى تولار او بقى كل الحروف بتاعته small، لان انا هنا قلت له الريزلت دوت تولار. طيب لو جيت قلت var result بيساوي vendor info dot to upper هيخلي لي الحروف capital. التو lower والتو upper extension methods خاصة بالstrings، أي string أقدر أستخدم فيه الميثود ده. طيب لو جيت قلت var result equal vendor info dot replace، replace هي extension string method وتاخد مني 2 parameter، هقول له اعمل لي replace لكلمة vendor وخليها supplier. هعمل build و refresh استبدل لي كلمة vendor بكلمة supplier. var result equal vendor info dot لو قلت vendor info length dot to string وعملت build و refresh هيطبع لي اللينث او عدد حروف السترينج ده. لو قلت كمان var result بيساوي vendor info dot index of واديته الكاركتر مثلا قلت له هات لي الاندكس اوف اوف دوت للتو سترينج هيجيب لي اللينث اللي هو 6. لو قلت له فار ريزر دوت فيندور انفو دوت ستارت ويز وقلت له فيندور، هل التكست اللي اسمه فيندور ده بيبدا او ستارت ويز كلمه فيندور؟ طبعا دي هتريتيرن ترو او فولس. تعالوا كده نعمل بيل او ريفريش هيقول لي ترو فعلا ستارت ويز الفيندور. دي مجموعه من الميثودز اقدر استخدمها مع كل سترينج او مع اي سترينج موجود عندي في السي شارب. لو جيت هنا قلت الفيندور انفو equal null ايه اللي هيحصل؟ تعالوا كده نعمل build ونشوف. في error ظهر object reference not set to an instance of an object،
يعني بيقول لي ان القيمه بتاع السترنج دي نل، ما يقدرش ان هو ينفذ الميثود اللي اسمها ستارت ويز علشان القيمه بتاع الفيندر انفو نل، وما يقدرش برضو ينفذ اي ميثود من دول لان القيمه هنا نل. علشان اتجنب الموضوع ده، لو القيمه السترنج بتاعتي نل هقول جمله شرط if ال string dot is null or white space، يعني لو هي null او عبارة عن مسافة، وبديله قيمة اللي هي vendor info. تمام، ابدأ نفذ لي الكلام ده. هنا طبعا هقول له لو مش هنفيها، هقول له لو هي لا تحتوي على null او وايت سبيسز ابدا نفذ لي الكلام ده. طيب خلاف كده ارجع له بقيمه ثانيه مثلا وليكن vendor data او vendor info is null علشان اعرف اليوزر ان القيمه دلوقتي حاليا null. طيب لو هي مش null هبدا نفذ عليها العمليات دي علشان اتجنب الايرور اللي بيحصل مع السترينجز في حاله استخدام الاكستنشن ميثودز الخاصه بالسترينجز. هعمل build وهقول ريفريش، هيرجع لي vendor info is null لان هو لقى القيمه null فما دخلش على جمله الشرط وعمل ريتيرن للسترنج الاخير. هعمل ميثود جديده public string get more data وهقول string line equal the first line plus. لو عايز اعمل سطر جديد في سي شارب اقول environment dot new line بعد كده plus second line وهرتر القيمة اللي هي line. ممكن استخدم حاجة اسهل او اسرع اللي هي literal السترينج literal بدل environment.newline، هقول slash r slash n. slash r slash n بتعمل لي new line او سطر جديد. لو استخدمت او استدعيت المثل اللي اسمها get more data وقفت هنا كده break point وقلت run، لو قلت اف 10 وقفت على نيو لاين كده هلاقي فعلا ذا فيرست لاين في سطر وذا سكند لاين في سطر. ممكن استخدم حاجة تانية او طريقة تانية اللي هي الفيرباتم، احط علامة ات قبل النص. ممكن اخلي السلاش ار سلاش ان مفيش مشكله خالص تشتغل برضو، وممكن اشيلها واضغط انتر. مجرد ان انا حطيت علامه الات قبل السترنج، السي شارب فهم ان انا لما اضغط انتر فعلا هو هيفهم الانتر ده. طيب لو شلت الفيرباتم مش هيفهم ان انا ضغطت انتر، يبقى لازم احط علامه الات او الفيرباتم. طيب تعالوا نعمل كده بيلد ونجرب. اضغط اف 11 او اف 10 هلاقي اللاين نفس النتيجه برضو، ذا فيرست لاين على سطر وذا سكند لاين على سطر.